مرحبا بكم جميعا في حلقة جديدة من اتجاهات الصحافة، ونطالع في عناوينها: ليبيا وأمال المصالحة الوطنية، القاهرة لقاءات مكثفة بشأن الأزمة الليبية، الاقتصاد الليبي وتحديات تهريب الوقود. وللحديث أكثر في هذه الموضوعات ينضم إلينا عبر سكايب من تونس مدير المركز المغاربي للأبحاث والدراسات حول ليبيا رشيد خشانة. سيد خشانة، أرحب بك معي اليوم. أهلا بك سيدة غالية، ومرحبا بمشاهديك الكرام. يشير متابعون للمشهد الليبي إلى تأثيرات الأوضاع السياسية على ملف المصالحة الوطنية وعلى حقوق جزء من مكونات النسيج الاجتماعي، التي أفصح بعضها عن إحباطه من مسار العملية السياسية في ليبيا الجديدة. يأتي هذا في ظل وجود مساعي متواصلة لطرح أفكار تقرب من الوصول إلى مصالحة وطنية شاملة. تطرق الكاتب الصحفي عبد الستار حتيتا في تقرير نشرته صحيفة الشرق الأوسط إلى تطلعات عدد من المكونات الاجتماعية في النسيج الليبي وبحثها عن نظام يحفظ حقوقها في ليبيا الجديدة. وبدأ حتيتا مقاله بالقول إن قيادات سياسية ليبية ذات أصول غير عربية امتلأت بآمال عريضة، وهي تبحث عن مكان لها في نظام الدولة الوليد بعد عقود من المعاناة مع نظام معمر القذافي. ورغم مضي قرابة السنة على حكم رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، فإن الأقليات الليبية تتعرض اليوم لإحباط آخر. ويقول قادة من الأمازيغ للشرق الأوسط إنهم قاطعوا كل الهياكل التشريعية، البرلمان والهيئة التي تقوم بإعداد الدستور، ما يعني أنه لا وجود لهم فعليا في دولة ما بعد القذافي. وأدت استقالة نائب السراج موسى الكوني القيادي في قبيلة الطوارق قبل أسبوعين إلى عودة قضية الأقليات على مسرح الجدل السياسي. ونقل الكاتب عن إبراهيم عميش رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية في البرلمان الليبي تخليله من الزخم المطروح حول القضية، وإشارته إلى أن القبائل غير العربية لا تشكل في مجموعها إقليما بكامله في ليبيا. وأضاف الكاتب أنه حين ينظر البعض بتشكك إلى الممارسات السياسية للأغلبية الليبية ذات الأصول العربية، تبدو مسارات الخلاف موجودة أيضا بين الأمازيغ والطوارق والتبو أنفسهم، ما يلقي بمزيد من الظلال على خفايا صراع الأقليات في هذا البلد النفطي شاسع المساحة وقليل السكان. وأوضح الكاتب أنه بشكل عام لم تظهر أي مشاركة يعتد بها من جانب ممثلي الأقليات خلال حوار الصخرات، بغض النظر عن اختيار الكون نائبا للسراج، لكن مما لا شك فيه أن المبعوث الأممي إلى ليبيا مارتن كوبلر كان حريصا على الاستماع إلى ممثلين قبليين لهذه الأقليات، حتى لو كان ذلك قد حدث بعد توقيع الاتفاق، وهو أمر قام به السراج أيضا مع بعض ممثلي التبو. إلا أن محاولات كهذه يبدو أنها جاءت متأخرة، حيث ظهر أن هناك جراحا كان ينبغي مدواتها مبكرا. تطرق الكاتب الصحفي أسنوس بسيكري في مقال على صحيفة عربي 21 إلى ما يدور من جدل حول المصالحة الوطنية وما يبذل من جهود في سبيل إيجاد إطار مناسب يتماشى مع الأوضاع في ليبيا، مشيرا إلى تجارب سابقة في ورش عمل عقدت بهذا الخصوص. وأوضح الكاتب أنه يطرح فكرة ترتبط بمقاربة أطلق عليها المدينة الدولة أو الإقليم الدولة، وتقوم المقاربة على تفعيل الطاقات والقدرات والإمكانيات على مستوى المدن والمناطق لتسد كثيرا من العجز في الخدمات العامة التي تشرف على تقديمها الدولة عبر الوزارات والمؤسسات العامة. ويرى الكاتب أن النجاح في تطبيق المصالحة والعدالة الانتقالية على المستوى المحلي أيسر في ظل الظروف الصعبة على المستوى الوطني أو القومي، ويمكن أن تبرز نماذج تطبيقات يحتذى بها وتكون حافزا لمناطق أخرى، مما يسهل المصالحة والعدالة الانتقالية على المستوى الوطني عندما يحين ذلك. وأضاف الكاتب النجاح في هذا لا تقتصر آثاره على المستوى الاجتماعي والحقوقي، بل يمثل أساسا يمكن أن تقوم عليه عملية إعادة بناء المؤسسات، فقد تبين أن الارتباط وثيق بين الاضطرابات على المستوى المحلي ومستوى الإقليم والاختلال على المستوى المركزي. وقد تأكد فشل محاولة التغيير والإصلاح الفوقي، بينما يمكن أن يكون النجاح أقرب في حال تم الاعتناء بمقاربة المسارين المزدوجين الأسفل أعلى والعكس.
الصحفي عبد الستار حتيتا تطرق في مقاله على الشرق الأوسط إلى قضية المكونات الاجتماعية في ليبيا، وكشف عن تراجع أمالها في ظل حالة عدم الاستقرار الذي تمر به البلاد. سيد أخشانا، في تقديرك إلى ما تعزو سبب عدم انخراط الأقليات العرقية بشكل أوسع في العملية السياسية في ليبيا؟ إلى نفس السبب الذي نعزو إليه، عدم مشاركة الأطراف والفئات والأقليات والمكونات الأخرى في المسار السياسي. لو قمنا بعملية سبر آراء، وللأسف ليس هناك عملية سبر آراء في ليبيا نظرا للوضع الأمني، لا أدركنا أن أكثر من 70% ربما من الليبيين غير راضين عن أداء المجلس الرئاسي وعن تنفيذ اتفاق الصخيرات وغير ذلك. إذن القضية لا تختص بالأمازيغ أو بغيرهم من مكونات المجتمع الليبي، بل هم يتصرفون كما يتصرف الآخرون، وبالتالي علينا أن نأخذ الشعب كوحدة. خاصة أننا إذا ألقينا نظرة سريعة على التاريخ نرى أن الشعب الليبي بمختلف مكوناته ظل وحدة صماء أمام كل محاولات الاختراق الخارجية، وخاصة من الاستعمار الذي أراد دق إسفين وتشجيع بعض المكونات على حساب مكونات أخرى، ولكن الشعب الليبي ظل صامدا. أيضا تحت بطش القذافي كان هناك تساوي إن صح التعبير في الاضطهاد، اضطهد الأمازيغ كما اضطهدت المكونات الأخرى والتبو والطوارق وغيرهم. وبالتالي فالقضية يجب أن تطرح في إطار وحدة المكونات الليبية التي حافظ عليها الشعب الليبي إلى حد اليوم، وليست هي قضية أشخاص. مثلا عندما يقال أنه لابد أن يكون هناك أمازيغي أو شخص من أصول أمازيغية في منصب رفيع، نحن جربنا السيد نوري بوسهمين على رأس المؤتمر الوطني العام، ولكن أعتقد أن قلة الشعبية التي يحظى بها لدى الأمازيغ أكبر بكثير من قلة الشعبية التي يحظى بها لدى غيرهم. وبالتالي القضية ليست قضية أشخاص، هي قضية تمثيلية لمختلف مكونات الشعب الليبي، سواء في كتابة الدستور أو في المؤسسات المنتخبة لاحقا إن شاء الله. إبراهيم عميش، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية في مجلس النواب، تحدث عن وجود مسارات خلاف بين المكونات العرقية فيما بينها. فعليا ما حجم الخلافات بين هذه الأقليات قياسا بالخلافات الأخرى المكشوفة في ليبيا؟ فعلا كون الخلاف قائم بين المكونات أو ما سمي بالأقليات، وهي كلمة لا أستصيغها، إذا هذه الخلافات تدل على أن الأمر يتعلق بخلاف ليبي ليبي، وليس خلاف بين طوارق وتبو وبين تبو وعرب وغير ذلك. هذا الطرح في الحقيقة لا يعكس الواقع أبدا، وهناك من يريد أن ينفخ فيه من أجل إيجاد مزيد من التمزيقات للشعب الليبي الذي الآن كل مناطقه مقسمة جزر بين بعضها البعض، ولا تستطيع أن تتصل وتشكل رأيا عاما قويا يمكن أن يضغط على السلطات. للأسف هذه الرؤية هي بعيدة عن الواقع، وهي طريقة من طرق التقسيم لإلهاء الشعب الليبي بقضايا ثانوية في رأيي، مع أنه المطالب الأمازيغية وغيرها هي مطالب حقيقية ويجب أن تؤخذ بالاعتبار من أجل احترام الهوية الثقافية لهؤلاء، وجعل الصحف أو المحطات الإذاعية والتلفزيونية تبث بلغتهم إلى غير ذلك. هذا أمر لا شك فيه، وهو جزء من المكاسب الديمقراطية التي ينبغي أن تتحقق للشعب الليبي بعد 17 فبراير. لابد أن يظهر ذلك على شاشة الإنجازات والمكاسب الديمقراطية، ولكن من دون أن ندخل في صراع ثنائي، صراع داخلي ليبي ليبي. في تقديرك، لماذا لم يولي الممثلين عن الحوار السياسي الذي رشح عنه اتفاق الصخيرات اهتماما أكبر بقضية المكونات الاجتماعية وحقوقهم في ليبيا؟ في الحقيقة الصورة التي استمعنا إليها لا تعكس الواقع. الأمازيغ موجودون داخل اتفاق الصخيرات وخارجه، مثلما أن هناك مكونات أخرى للشعب الليبي موجودة داخل الصخيرات وخارجه. إذن الخلاف يشق الليبيين كليبيين من حيث رؤيتهم إن صح التعبير الأيديولوجية والسياسية. هناك من هم مع الإسلام السياسي، هناك من هم ضد الإسلام السياسي إلى غير ذلك. وهذه الاختلافات الليبية تشق كل المكونات، وليست مكون برمته يقف ضد مكون آخر برمته. هذا غير موجود، وهذه صورة وهمية علينا أن نرد عليها ونكذبها.
في موضوع آخر، الصحفي السنوسي بسيكري أشار على صحيفة عربي 21 إلى الجهود التي تبذل سواء على شكل ورش عمل أو على شكل فعاليات من أجل تطبيق مصالحة وطنية في ليبيا، وطرح بذلك مقاربة أطلق عليها المدينة الدولة أو الإقليم الدولة. تقوم هذه المقاربة على تفعيل الإمكانيات على مستوى المدن والمناطق لتسد العجز في الخدمات العامة التي تشرف عليها الدولة. ما تقييمك لهذه المقاربة سيد دخشنة؟ والله أنا أخشى أن تكون مزلقا نحو مزيد من التقسيم، باعتبار أن تكوين مدن دول وتصبح كل مدينة هي مدينة دولة، هذا يشجع ويساعد ويخلق أرضية للتفكك. بينما عشنا تجربة في المسار السياسي الليبي إلى حد الآن، وكما يقال رب ضارة نافعة، ضعف الدولة المركزية جعل البلديات في ليبيا تلعب دورا مركزيا في جميع الأصعدة، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها، وهذا مكن من ظهور كفاءات كبيرة في الشعب الليبي تم انتخابها في مجالس البلدية ولعبت دورا مهما. طبعا هناك سلبيات، بعض المجالس البلدية لا تشتغل أو لا تجتمع إلى آخره، ولكن كظاهرة بشكل عام أعتقد هذه النواة للحكم المحلي يجب تطويرها بدون أن يؤدي ذلك إلى فيدرالية أو إلى تقسيمات معينة قد تسيء وتعطل وحدة ليبيا وانطلاقها نحو بناء جديد. إذن المهم هو أن ننطلق من سلبيات وإيجابيات تجربة المجالس البلدية لكي نطورها إلى مجالس جهوية أو محلية أو مناطقية أو غيرها. إذا ننتقل لمناقشة ما جاء في المحور الثاني. تسلط الصحف الصادرة مؤخرا الضوء على لقاءات القاهرة مع الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي، وتشير صحف إلى أن القاهرة تلقي بكل ثقلها نحو إيجاد مخرج للأزمة عبر التواصل مع كل الأطراف. ذكرت صحيفة الحياة اللندنية أن القاهرة ألقت بثقلها لحل الصراع في ليبيا، فاستبقت التئام اجتماع وزراء خارجية دول الجوار السبت بمحادثات مع القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، بعد محادثات مع المبعوث الدولي لدى ليبيا مارتن كوبلر ورئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج. وأشارت الصحيفة إلى أن رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي بحث وأعضاء اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبي مع المشير حفتر تطورات الأزمة الليبية وما أفرزته لقاءات القاهرة مع القوى الليبية المختلفة، وفقا لبيان وزعه الناطق باسم الجيش المصري. وذكرت الصحيفة أن حفتر أبدى ترحيبه بكل الجهود والتحركات السياسية الليبية الصادقة واستعداده للمشاركة في أي لقاءات وطنية في رعاية مصرية يمكن أن تساهم في الوصول إلى حلول توافقية للخروج من الأزمة الراهنة وتحفظ أرواح الليبيين وحرمة الدم وتدعم الثقة بين الأطراف كافة وترفع المعاناة عن الشعب الليبي للانطلاق نحو بناء الدولة التي يتطلع إليها كل الليبيين. وتوقعت مصادر مطلعة أن يلتقي حفتر الرئيس عبد الفتاح السيسي على هامش زيارته إلى القاهرة، وكان حجازي التقى مطلع الأسبوع الماضي المبعوث الدولي لدى ليبيا مارتن كوبلر بعد أيام من اجتماعه برئيس المجلس الرئاسي الليبي فايز السراج. صحيفة الحياة اللندنية ذكرت أن حفتر يبدي استعداده للانخراط في حوار ليبي ولكن برعاية مصرية. ما شكل الوساطة المصرية إذن التي يمكن أن تدفع حفتر للقبول أو إلى القبول بالمشاركة في حوار ليبي؟ وهل تتقاطع سيد خشنة مع المبادرة الثلاثية التي تشارك فيها مصر والمطروحة حاليا لحل الأزمة السياسية؟ لاحظي سيدة غالية أن هذا الاجتماع سبقه اجتماع آخر قامت أو نظمته مصر مع طرف معين من الأطراف الليبية وليس مع جميع الأطراف. على كل حال، الإخراج الإعلامي بيّن لنا أن هناك طرفا يضع بكل ثقله في الكفة ومصر تضع بكل ثقلها وراءه، وهذا يعني منافي لأبسط قواعد الوساطة أو الرعاية، لأن الرعاية تقتضي أن تحافظ على نفس المسافة إزاء كل الدول.
إذا كل الأطراف، عفوا أطراف سيد الليبي. خشان، أنت ذكرت أن مصر تتجه مع طرف واحد أو منحازة إلى طرف واحد، لكن البعض يرى بأن مصر قد غيرت ولو جزءا في سياستها وتعاطيها مع أطراف الأزمة في ليبيا، وأنه توجد بالدلالة عدة تحركات سواء كان لقاءات تجمع مصر مع مبعوث الأمم المتحدة أو مع أطراف سياسية أخرى. لم نسمع في الحقيقة باتصالات تمت بمثل الكثافة التي تمت مع طرف معين من الأطراف الليبية. يفترض من حيث الأعراف الدبلوماسية والسياسية أن الدولة الراعية أو الدول الراعية تتصل بجميع الأطراف على قدم المساواة وتحافظ على نفس المسافة إزاءها جميعا. وأعتقد أن هذا ما تفعله الدول المجاورة لليبيا غربا، أي الجزائر وتونس. أما شرقا فأعتقد أن الذي يتم هو دعم بشكل صريح وموجود في الإعلام لطرف من الأطراف الليبية، وهذا لا يشجع على التقارب وعلى إيجاد أرضية مشتركة لتوافق ليبي يعيد بناء البلاد ويضع المسار الديمقراطي على أو الانتقالي على سكة التنفيذ. إنما تحدثنا هنا عن قدرة مصر التي عرفت بموقفها المنحاز لطرف واحد، قدرتها على خلق توازنات من خلال تعاطيها مع الأزمة الليبية بكل تشعباتها، أي بمعنى أن تفتح المجال أمام الجميع، جميع الأطراف. صحيح، يعني يفترض أن الاتصال لا يتم بالسيد كوبلر فقط لأنه ليس ليبيا وليس طرفا في الصراع، هو مجرد وسيط دولي وليس أيضا بممثل الاتحاد الإفريقي وغيرهم. هذا ما يذكر لنا في البيانات الإعلامية المصرية، ولا يذكر من هي الأطراف الليبية التي تحاورت مع مصر وحاولت أن تغير موقفها مثل ما تحاول أن تغير موقف السيد حفتر أو غيره من الأطراف. وضحت فكرتك في هذا السياق. ننتقل إذن لمناقشة ما جاء في المحور الثالث والأخير. فيما يعيش الاقتصاد الليبي أسوأ حالاته وسط غياب السيولة النقدية في المصارف وانخفاض سعر صرف الدينار، تبرز على السطح قضية تهريب الوقود المدعم التي باتت تثقل هي الأخرى كاهل الاقتصاد الليبي. يأتي هذا فيما تحاول الجهات المعنية اتخاذ إجراءات وسط تساؤلات المراقبين بإمكانية تطبيقها في ظل الأوضاع السياسية والأمنية التي تعيشها البلاد. ذكرت صحيفة ليبيا المستقبل أن المجلس الرئاسي أصدر نهاية الأسبوع الماضي حزمة من الإجراءات للحد من ظاهرة تهريب الوقود التي أصبحت تهدد الاقتصاد الليبي في ظل ما تمر به البلاد من أزمة سياسية وانفلات أمني ساهم بشكل كبير في إنعاش الاقتصاد الأسود وسيطرة عصابات التهريب على تجارة الوقود المدعم. وتنص إجراءات رئاسية على إنزال حالة القوة القاهرة بالموانئ التي أصبحت بؤرا لتهريب النفط ومشتقاته، ومن ثم إغلاق تلك الموانئ بالإضافة إلى إصدار الأوامر لحرس وأمن السواحل بإيقاف ومصادرة أي سفينة أو باخرة تهريب وقود تقترب من السواحل الليبية. كما أمر الرئاسي بإحالة قوائم بأسماء سراق المال العام إلى القضاء تمهيدا لإصدار مذكرة ضبط من الشرطة الدولية بحقهم، إلى جانب إحالة قوائم أخرى بأسماء السفن المتورطة في عمليات التهريب إلى المنظمة الدولية للبحار لاتخاذ الإجراءات الرادعة بحقها. وختم كاتب التقرير بالتساؤل، هل إن إجراءات الرئاسي قادرة على التصدي لعصابات التهريب ووضع حد لهذه الظاهرة التي باتت تنخر اقتصاد ليبيا، أم أنها مجرد إجراءات تنتظر توافقا سياسيا وحكومة قادرة على تطبيقها وإيجاد حلول أنجع منها؟ كما تابعت سيد خشانة المقال على ليبيا المستقبل وعن تحديدا تهريب الوقود، الجهات المعنية في البلاد تحاول اتخاذ إجراءات لمنع التجارة، هذه التجارة الغير مشروعة، وضبط المسؤولون عنها، لكن التساؤل يظل، يعني ما مدى إمكانية أن تفعل هذه الإجراءات بشكل صحيح في ظل حالة التشظي التي تعيشها ليبيا على المستويين الأمني والسياسي؟ أولا وقبل أن أجيب على سؤالك، لابد من التذكير بأن أشطر وأشهر من يقوم بالاتجار في النفط هو تنظيم داعش سواء في سوريا أو العراق أو ليبيا. ولكن اليوم في الظروف الحالية الليبية وفي غياب الدولة وضعفها،
هناك أطراف عديدة تحاول أن تسرق هذا النفط الليبي اللي هو ثروة لجميع الليبيين. في الحقيقة إذا ربطنا هذه الظاهرة بالظرف الراهن الذي تشير فيه الإحصاءات الرسمية الليبية إلى أن إنتاج النفط بلغ 700 ألف برميل في اليوم، وهو تحسن كبير بالنسبة لما كان عليه الوضع في سنة 2016 وما أدى إليه في ذلك الوقت من ندرة ومنشح العملة الصعبة، ندرك أن هذا الاستنزاف من خلال تهريب وسرقة النفط سيعطل ويعثر كثيرا حكومة الوفاق أو غيرها من الحكومات التي تحاول أن تصلح الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في ليبيا، وبالتالي فلا بد من محاربة ظاهرة سرقة النفط. لكن للأسف الحكومة المركزية ليست لديها أدوات تمكنها من ملاحقة هؤلاء السراق. أيضا حتى لو كان بالتعاون مع الجهات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية أو غيرها، إن هنا المجلس الرئاسي قال بأنه سيصدر أسماء ومسؤولين عن سرقة الوقود وإحالتها إلى الجهات الدولية. تقصدين قائمات بمن يقومون بعملية التهريب؟ نعم. بالتأكيد، لكن يجب أن تكون هذه الأطراف الدولية بما فيها الأمم المتحدة بشكل خاص أن تكون تتعامل مباشرة مع حكومة الوفاق، ولا تستخدم أطرافا أخرى ليبية باعتبار أنها أكثر فعالية كما يقال بين مزدوجين في محاربة السرقات من هذا النوع. إذن لابد من الاعتراف بأن الطرف الوحيد الشرعي الوحيد الذي يتعامل معه في هذه القضية هي حكومة الوفاق المتفق عليها دوليا، وبالتالي هي التي تعطى الوسائل الكافية من أجل ملاحقة من يقومون الآن باستنزاف ثروات الشعب الليبي. إذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من اتجاهات الصحافة. أشكر ضيفنا، كان معنا عبر سكايب من تونس مدير المركز المغاربي للأبحاث والدراسات حول ليبيا رشيد خشانة، شكرا لك. كما أنوه مشاهدينا الأعزاء إلى أن إنتاج هذا البرنامج يكون بمعاونة المرصد الليبي للأعلام، وإلى اللقاء.